بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومع صفحة رقم 251، وما زلنا مع سورة الرعد. تبدأ الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والمعنى لله سبحانه جل وعلا وحده دعوة التوحيد لا يشاركه فيها أحد، لأنه هو المستحق بالعبادة سبحانه جل وعلا، ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. المؤمن يعني لا يدعو ولا يقصد بدعائه إلا الله تبارك وتعالى. والأصنام التي يدعوها المشركون من دونه، سواء كان حجر أو شجر أو نبي أو صنم أو شمس أو قمر، أي صنم يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي مسألة، وما دعاؤهم إلا، وانظر إلى هذا المثل الذي بينه الله تبارك وتعالى، إلا مثل عطشان، واحد عايز يشرب عطشان، يبسط يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب من، يعني بيملى إيده من المية وبعدين يرفع إيده على فيه عشان يشرب، وما الماء بواصل إلى فيه، فيجي يشرب ما يلاقيش مية. فهذا مثال للذي يدعو أحدا من دون الله تبارك وتعالى. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني وما دعاء الكافرين لأصنامهم إلا في ضياع وبعد عن الصواب، لأنها لا تملك لهم جلب نفع ولا دفع ضر. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. طبعا هذه سجدة تلاوة من سجدات القرآن الكريم، وسجدة التلاوة طبعا لها فضيلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله، يعني بيقول على نفسه يعني يا ويله، أمر بالسجود فسجد على المؤمن، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، لأن معلوم أنه رفض السجود لأبينا آدم عليه السلام. وورد مثل بعض الأدعية في السجود التلاوة، مثل إيه: سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، أو مثلا سبحان ربي الأعلى كما في سجود كما في سجود الصلاة. والسجدة التلاوة طبعا حكمها سنة مؤكدة، والمؤمن طبعا يحرص على كل خير، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ربما يعني عمل الإنسان يستصغره لكن يكون عظيم عند الله تبارك وتعالى ويثقل الميزان. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. يعني الله سبحانه وتعالى يخضع له جل وعلا بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض، يستوي في ذلك المؤمن والكافر، غير أن المؤمن يخضع ويسجد له تبارك وتعالى طوعا، يعني باختياره، وأما الكافر فيخضع له كرها وتملي عليه فطرته أن يخضع له طوعا، وله ينقاد ظله كل ما له ظل من المخلوقات أول النهار وآخره. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يعني قل أيها الرسول للكفار الذين يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره من خالق السماوات والأرض ومدبر أمرهما، من الذي خلق السماوات والأرض ومن يدبر ما يكون فيهما؟ قل أيها الرسول الله هو خالقهما ومدبر أمرهما وأنتم تقرون بذلك. قل أيها الرسول لهم: أفاتخذتم لأنفسكم أولياء من دون الله عاجزين لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم ولا كشف ضر عنها، فأن لهم أن يستطيعوا ذلك لغيرهم. قل لهم أيها الرسول: هل يستوي الكافر الذي هو أعمى البصيرة والمؤمن الذي هو البصير المهتدي؟
أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات والإيمان الذي هو نور؟ أم جعلوا الله سبحانه وتعالى شركاء معه في الخلق، خلقوا مثل خلق الله، فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم. قل لهم أيها رسول، الله وحده هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، لا شريك له في الخلق، وهو المنفرد بالألوهية الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، وهو القهار سبحانه جل وعلا. مر معنا معايشة مع اسم الله تبارك وتعالى القهار قريبا، والآن معايشة مع اسم الله تبارك وتعالى الواحد، حتى نتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الاسم. اسم الله تبارك وتعالى الواحد ورد كذلك في سورة صاد في قوله جل وعلا: وما من إله إلا الله الواحد القهار. الواحد يعني الفرد الذي ليس باثنين، الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه مشارك فيها سبحانه جل وعلا. الكمال له وحده سبحانه جل وعلا. ومعنى وحدانية الله يعني نفي الأشباه والأمثال عنه. أثر الإيمان بهذا الاسم، الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا يجوز أن يشبه الله تبارك وتعالى بشيء من المخلوقات، فهو الواحد الذي ليس له ند ولا نظير. كذلك لا يدخل العبد الإسلام حتى يوحد الله تبارك وتعالى بشهادة أن لا إله إلا الله. واشترط الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى لقبول العمل الصالح. قال تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كذلك أيها الأحبة، يجب على العباد أن يوحدوا الله تبارك وتعالى اعتقادا وقولا وعملا، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العباد. كذلك أيها الأحبة، لا يجوز أن يتوجه العباد لغير خالقهم بعبادة من العبادات، صلاة كانت أو دعاء أو ذبحا أو نذرا أو توكلا أو رجاء أو خوفا أو خشوعا أو خضوعا، بل يكون كما أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك فضل تهليل الله تبارك وتعالى يعني قول لا إله إلا الله وتوحيده سبحانه جل وعلا جاء في مواضع كثيرة لتجديد الإيمان بوحدانية الله عز وجل. فالمؤمن يجدد إيمانه دائما وأبدا بقول لا إله إلا الله. ولما في ذلك من دفع المسلم للخير والعمل الصالح، إذ إن منبعه هو التوحيد الخالص. إذن هذا اسم الله تبارك وتعالى الواحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتوحيده جل وعلا على الوجه الذي يرضيه سبحانه جل وعلا. قال تبارك وتعالى، وانظروا إلى هذا المثل الذي بيّنه الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يعني ضرب الله تبارك وتعالى على مثلا لتلاشي الباطل وبقاء الحق، زي ماء مطر نازل من السماء. ماء المطر ده كأنه العلم النافع الذي ينتفع به المؤمن أو الإيمان. ضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل بماء نزل من السماء حتى سالت به الأودية، كل حسب حجمه، يعني هناك وادي كبير وهناك وادي صغير، فكذلك قلوب المؤمنين، في واحد قلبه يعني ايه يسع هذا العلم ويعمل، وهناك قلب آخر يعني مليء بالشهوات والشبهات لا يأخذ هذا العلم.
فحمل السيل الغثاء والرغوة مرتفعا فوق الماء. يعني شوف كده المية لما بتنزل في هذا الواد سواء الكبير أو الصغير، ففي يعني هناك بعض الأتربة، بعض القش، بعض الورق، مثل هذه الأشياء صعدت على سطح هذا الماء. هذا هو الباطل، صعدت على سطح هذا الماء، وبقي الماء الصافي فين؟ بالأسفل. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة زي الذهب وغيره، ابتغاء يعني انه هو يصهرها والكلام ده ويصنع منها ما يتزين الناس به. بمثل هذين المثلين يضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل للحق والباطل. فالباطل هو مثل الغثاء والزبد الطافي على الماء، ومثل ما كذلك يعني ينفي صهر المعدن من الصدأ، والحق مثل الماء الصافي الذي يشرب منه وينبت الثمار والكلى والعشب، ومثل ما بقي من المعدن بعد أن يصهر فينتفع الناس به، كما ضرب الله عز وجل هذين المثلين. يضرب الله عز وجل الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطل. ثم قال تبارك وتعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته سبحانه جل وعلا المثوب، يعني استجابوا لربهم تبارك وتعالى، استجابوا بالمحافظة على الصلوات، استجابوا لله تبارك وتعالى بإخراج الزكوات التي أمر الله تبارك وتعالى به، استجابوا لله تبارك وتعالى بصيام رمضان، استجابوا لله تبارك وتعالى بالحج لمن استطاع، وهكذا استجاب الله تبارك وتعالى جميع الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها، ائتمر به، جميع النواهي التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عنها. يبقى للذين استجابوا ما هو الجزاء؟ الحسنى، وهي الجنة. وأما الكفار يعني الذين لم يستجيبوا، الكفار الذين لم يجيبوا دعوته إلى توحيده وطاعته، لو اتفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال، لو فرضنا أنهم عندهم أموال الدنيا دي كلها، أموال قارون، ولهم مثله مضافا إليه، لبذلوا كل ذلك فداء لأنفسهم من العذاب. يبقى هذه الآية شبيهة بالآية التي في سورة المعارج في قوله تبارك وتعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يبقى لو هو عنده كنوز الدنيا دي كلها عشان إن هو يلقي بها في النار من أجل أن ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى لكان فعل ذلك، لو يعني هذا طبعا لا يقبل الله تبارك وتعالى، ما فيش رشوة في الآخر، خلاص الأمر انتهى. يبقى لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب، لهم سوء الحساب وهي النار والعياذ بالله، يحاسبون على سيئاتهم كله، والمسكن الذي يأوون إليه جهنم والعياذ بالله، وساء الفراش وساء المستقر الذي هو النار والعياذ بالله. من فوائد هذه الآية الكريمة: رقم واحد، بيان ضلال المشركين في دعوتهم واستغاثتهم بغير الله تبارك وتعالى، وتشبيه لحالهم بحال من يريد الشرب فيبسط يده للماء بلا تناول، يجي يشرب كده ما يلاقيش المية في ايديه، وليس بشارب مع هذه الحال لكونه لم يتخذ وسيلة صحيحة لذلك. رقم اثنين من الفوائد، ان من وسائل الايضاح في القرآن ضرب الامثال، وهي تقرب المعقول من المحسوس وتعطي صورة ذهنية تعين على فهم المراد. رقم ثلاثة، إثبات سجود جميع الكائنات لله تبارك وتعالى طوعا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أو
كرها بما تمليه الفطرة من الخضوع له سبحانه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العالمين به العاملين به الداعين إليه يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء والأبصارنا جلاء والأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم يا بارئ البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علما واسع كل شيء رحمة وكهر كل مخلوق عزة وحكمة، اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا سميع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكروبات، يا رفيع الدرجات، ويا غافر الزلات، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.